هو اللواء عبد الله بن علي بن حمد الحارثي، مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات منذ 25 من يناير كانون الثاني عام 2021 في سلطنة عمان. تم ترقيته إلى رتبة لواء بموجب مرسوم سلطاني بتاريخ 8 من يناير كانون الثاني عام 2013. هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف منذ 8 من يناير كانون الثاني عام 2013. وفي ختام القضايا الاستراتيجية في كلية الدفاع الوطني، وذلك في 10 من مارس عام 2022 بعنوان مستقبل الاستثمار في سلطنة عمان نحو تحقيق اقتصاد مزدهر، برعاية معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، حيث أشار العميد الركن عبد الله بن حمد الحارثي مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية إلى أن كلية الدفاع الوطني هي منارة فكرية للدراسات الاستراتيجية، ضمن مهامها الأكاديمية رفد مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بالدراسات المتضمنة الحلول والمبادرات بما يخدم مؤسساتهم وما بها من تحديات، وندوة القضايا الاستراتيجية ضمن هذه المهام، حيث جاءت ندوة القضايا الاستراتيجية لعام 2022 بعنوان مستقبل الاستثمار في سلطنة عمان نحو تحقيق اقتصاد مزدهر. ومن خلال دراسة التحديات بما يخص عنوان الندوة، استطاع المشاركون بدورة الدفاع الوطني 9 والمستشارون من مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة في الخروج بالحلول والمبادرات والتي ستكون عونا لوحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية بالاستثمار والاقتصاد. وهذه الندوة جاءت تماشيا مع التوجيهات السامية في التركيز على الاستثمار في ظل نهضة عمان المتجددة تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. وفي ختام هذا التقرير، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.